وبناء على توجيهات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تعليق الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة ورياض الأطفال لمدة أسبوعين ابتداء من يوم غد الأربعاء الموافق 26 من فبراير 2020، وذلك كإجراء احترازي للإطمئنان على سلامة الطلبة في ضوء الاحتياطات التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا والتحقق من نتائج الفحوصات الطبية الخاصة بالمخالطين للمصابين بالفيروس والذي سبق دخولهم البلاد قبل إعلان إيران انتشار فيروس الكورونا في مدنها.